لطالما لعبت النقابات المهنية في العالم العربي دوراً محورياً في الدفاع عن حقوق منتسبيها والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع وحتى السياسية منها، من خلال توسيع مجال مساحات المشاركة السياسية وضمان الحريات العامة. إذ تعتبر النقابات المهنية قطاعاً من أهم قطاعات ومؤسسات المجتمع المدني المتحضر في كل دول العالم، ويتجاوز دورها السياسي في بعض الدول دور الأحزاب السياسية، حيث تكتسب أهميتها ودورها من خلال تمثيلها لشريحة واسعة من شرائح المجتمع تتميز بالمستوى التعليمي المتقدم والثقافة المجتمعية والسياسية، وكان لها العديد من المواقف الوطنية في محطات فاصلة في تاريخ الدول الديمقراطية. ويرى نقابيون وسياسيون أن النقابات المهنية في الأردن، والتي تعود نشأتها إلى عقد الخمسينات من القرن العشرين بعد صدور الدستور الأردني لعام 52، وتحت شعارات على رأسها عدم تسييس النقابات، تتعرض خلال السنوات الأخيرة لعمليات استهداف ممنهجة للتضييق على العمل النقابي ودورها الوطني والدفاع عن الوطن وحقوق منتسبيها وحقوق المواطن وكرامته، وعن قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني. فيما ساهمت الخلافات بين التيارات السياسية التي ينتمي لها نقابيون حول أحداث الربيع العربي في حالة من إضعاف العمل النقابي سهلت عملية استهدافها بحسب ما يؤكده نقابيون وشخصيات حزبية وسياسية. ويؤكد ناشطون ونقابيون أن العمل النقابي قوة للنظام السياسي في مواجهة التهديدات الخارجية التي يتعرض لها الأردن، وهي صمام أمان للوطن وقوتها قوة للدولة الأردنية، لما تمثله النقابات من طليعة قيادية تعبر عن قطاعات واسعة من المواطنين النقابيين الذين لهم دور أساسي في نهضة الأردن وتحقيق مصالح الوطن والمواطن. ويشير نقابيون إلى ما جرى من تدخل للأجهزة الرسمية والأمنية في الانتخابات النقابية عبر الضغط على المرشحين أو الناخبين لاستهداف تيار معين في الانتخابات، لا سيما انتخابات مجلس نقابة المهندسين وغيرها من الانتخابات النقابية، وتعطيل عمل نقابة المعلمين وما جرى بحق أعضاء مجلسها وهيئتها العامة من اعتقالات وملاحقات لأكثر من عامين وتعطيل عمل مجلس النقباء. اتهامات عدة توجه لمجالس النقابات المهنية بالتراجع الملحوظ في دور نقاباتهم، سواء في معالجة حقوق منتسبيها وتوفير فرص العمل لهم ومعالجة قضاياهم، أو في الدفاع عن حقوقهم التي تشمل الحق في العيش الكريم وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم في ظل ما يعيشه المواطنون من ارتفاع غير مسبوق في الأسعار والضرائب، والدفاع عن حقوقهم السياسية في العمل السياسي والحزبي وحرية الرأي والتعبير التي كفلها لهم القانون والدستور.